أكدت دينا عثمان نائبة محافظ مطروح عمق العلاقات الأخوية المصرية التونسية ومد جسور التعاون في كافة المجالات. وخلال استقبالها السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف نيابة عن المحافظ خالد شعيب، ناقشت نائبة محافظ مطروح أوضاع الجالية التونسية بمطروح في ظل تعايشهم واستقرارهم بالمحافظة، مع العمل على تيسير إجراءاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية. تم استقبال اليوم معالي السفير محمد بن يوسف سفير تونس في جمهورية مصر العربية، وكانت زيارته بغرض الاطمئنان على أخبار الجالية التونسية واللي بتقيم في مركزي الحمام ومركز مطروح في محافظة مطروح، وده من حوالي أكتر من 200 سنة. وبالفعل تم مناقشة كافة المشكلات اللي بتعترض الجالية التونسية وكافة الإجراءات اللي احنا ممكن نساعدهم بيها علشان يعيشوا حياة كريمة وسط إخوانهم المصريين. وفي نفس النطاق بدأنا نتكلم على المشاريع المشتركة اللي ممكن تتم ما بين محافظة مطروح وما بين دولة تونس الشقيقة، وخاصة أن دولة تونس تعتبر تاني دولة على مستوى العالم بعد أسبانيا في إنتاج زيت الزيتون، وزيت الزيتون من أجود أنواع زيت الزيتون عندهم.